زي ما عدتكم في الحلقة السابقة ان احنا هنعمل حلقة تانية ونستكمل فيها قصص لمجموعة اخرى من ابطالنا الرياضيين، لاعبي المنتخبات القومية واللاعبين الاولمبيين، وازاي احنا حلينا المشاكل النفسية بتاعتهم اللي ادت في النهاية الى تطوير مستوى الاداء الرياضي. معاكم مريك جبر. لو انتم ما اشتركتوش في القناة بتاعتي يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بنشرها في مجال الاعداد النفسي الرياضي. تعالوا بينا نشوف مجموعة أخرى من أبطالنا الرياضيين وإزاي حلينا مشاكلهم النفسية وطورنا مهاراتهم العقلية، ونرجع نتكلم بعد الفيديوهات الخاصة بيهم. يلا بينا يلا بينا. اللاعبة الأولمبية فرح عبد العزيز هي شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 بإذن الله، كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك في تنس الطاولة. مشكلة فرح كانت هي انها تعودت على مدرب معين اكتر من 12 سنة، لدرجة ان هي كانت بتقول انها مش هتقدر تكسب بدون وجود هذا المدرب، وللأسف لما المدرب سابها حصل لها دروب. فاحنا اشتغلنا في علم النفس الرياضي وفي الاعداد النفسي الرياضي بالنسبة لفرح على جلسات الارشاد والتوجيه النفسي لتغيير نمط التفكير ده، وتدريبها على الاعتماد على ذاتها بغض النظر عن مين واقف معاها. وكان هنا برضو مجموعة من خلال الاستراتيجيات الاخرى زي التفكير الايجابي في نقطة القوة الخاصة بيها اللي هي نازلة تعملها في المباريات، والتفكير في الاداء المهاري والاداء الخططي اللي هي هتأديه في كل بطولة عشان تعتمد على ذاتها وتكتسب الثقة بالنفس وتتخلص من معتقد ان هي معتمدة دايما على المدرب اللي سابها وان هي مش هتقدر تعمل حاجة من غيره. وبالفعل تم تجاوز هذه المشكلة وبقت تلعب سواء موجود هذا المدرب او موجود غيره او بدون مدرب خالص، فأدت افضل ما يكون وأهلت لأولمبياد طوكيو 2021. اللاعب شريف رشاد لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث. مشكلة شريف انه دايما كان بيفكر في الاداء السابق، يعني لو لعب وحش في ايفنت لما بيدخل الايفنت التاني بيفضل دماغه وعقله شغالين في الايفنت اللي فات، ولو لعب مجموعه مباريات وحشه في ايفنت السلاح ففي المباريات اللي جايه واللي بعدها دايما دماغه في اللمسه الوحشه اللي جابها وفي اللمسه اللي هو خدها عليه وما قدرش يحققها. فتخلصنا من المشكله دي ان احنا دايما عملنا استراتيجيه في الاعداد النفسي الرياضي ان احنا دايما نفكر في الاداء التالي، اللمسه اللي جايه فقط وننسى اللي فات، الايفنت اللي جاي فقط، وده من خلال وضع استراتيجيه، وضع خطه ثابته يلتزم بيها وتحديد ايه اللي مطلوب يعمله في اللمسه اللي جايه، وايه اللي مطلوب يعمله في الايفنت التالي، ويخلص من الايفنت كان الايفنت ده اللي جاي انا بلعب بطوله جديده من حد في حد ذاتها. وبهنا قدرنا نخلص اللاعب من مشكله التفكير في الاداء السابق. اللاعبة الأولمبية آية أيمن لاعبة منتخب مصر السباحة احتياجات الخاصة. آية لعبت أولمبياد ريو دي جانيرو ومؤهلة بالفعل لأولمبياد طوكيو 2021. مشكلة آية كانت هي التفكير السلبي النيجاتيف ثينكينج، وخصوصا فترة ما قبل المنافسة وهي واقفة على البلوك ستارت أو هي في منطقة الإعداد، كانت بتقول لنفسها باللفظ أنا مش هكسر رقمي، أنا مش هحقق الرقم دوت، أنا مش هقدر أجيب الرقم دوت. وبالفعل تم التعامل مع التفكير السلبي ده وهو خد مننا وقت كبير شويه باستخدام استراتيجيات كتير زي التفكير المنطقي، ان احنا دايما فكرناها بانها متمرنه وايه هو البروجرام اللي هي مستعده ليه، وان هي ناقشناها في البرنامج التدريبي وان هي منطقيا تقدر تكسر الرقم ده. وبالفعل تم اقناعها بعد فتره مع استراتيجيات تانية زي استخدام مجموعه من الكلمات الايجابيه عشان تدي اللاعبه ثقه بالنفس، وكررنا الكلمات دي كتير لمده شهور وشهور وشهور لانها مش سحر، مش اول ما تقول كلمه هتديها ثقه. وكمان ركزنا على نقط القوه اللي عند اللاعبه اللي هي تمتلكها في الستايل بتاع السباحه او في الفتنس او في المنتل، كل ده اداها الثقه بنفسها وبالفعل اتخلصت من التفكير السلبي وقدرت تكسر ارقام كتيره قوي وقدرت تتاهل بالفعل لاولمبياد طوكيو 2021. اللاعبه سندس ابو بكر لعبت منتخب مصر لرياضه الخماسي الحديث. كانت مشكله سندس اللي هي التفكير في النتيجه والتفكير في المكسب، انا عايزه اكسب بس ما بتفكرش اعمل ايه عشان اكسب، وده كان بيحط عليها ستريس وبيحط عليها بريشر كتير جدا. واحنا وقفنا التفكير في المكسب والتفكير في النتيجه والتفكير في كسر الارقام، بدلناهم بالتفكير في المهارات والتفكير في خطط اللعب في كل ايفنت، وجوه كل ايفنت حددنا افكار مهاريه وحاجات خططيه بتفكر فيها وشغل عقلها بيها طول المنافسه.
نفسها، وبالتالي اذا قدرت تحقق النتائج النهارية والواجبات الخططية اللي هي محطوطة لها هتقدر تحقق النتيجة، ولكن بشكل اندايركت وبذا شكل يخف الضغط والبريشر لعلى اللاعب. لعبة زينة ماجد لعبة منتخب مصر تايكوندو. مشكلة زينة ان هي اثناء اعدادها لاحدى البطولات الدولية حصل لها اصابة في مفصل الكوع، حصل لها خلع في الكوع، فضلت حوالي ما يقارب من السنة انها تتعالج وتعمل علاج طبيعي، وده كان ليه تأثير سلبي جدا عليها المشاكل النفسية، فأدى لزيادة مستوى القلق وانخفاض مستوى الدفاعية وفقدان الثقة بالنفس والخوف من تكرار الإصابة دي في المستقبل. وكان كل هدف برنامج الإعداد النفسي طويل المدى اللي أعد لهذه اللاعبة هو بناء الدفاعية بعد فترة الإصابة، وده من خلال اعطائها مجموعة من تدريبات الاسترخاء اسهمت بحد كبير جدا في ازالة القلق والتوتر، وكمان تدريبات التصور العقلي المحافظة على مستوى الاداء المهاري ومستوى الاداء الخططي اللي توقعنا ان هو ينخفض بدرجة كبيرة جدا اثناء فترة الاصابة، ولكن بالفعل سيطرنا عليه وحافظنا على مستوى الاداء المهاري والاداء الخططي، ده بالاضافة للمساندة الاجتماعية من المحيطين باللاعبة زي الاهل والاصدقاء واخصائي النفس الرياضي والمدرب واداري الفريق. وكل البرنامج دوت اسهم في رجوع اللاعبه بسرعه للملعب، وبالفعل اسهم بعد كده في حصولها على المركز الثاني في البطوله العربيه بعد الاصابه مباشره. لعبه دارين عصر لعبه منتخب مصر الخماسي الحديث. مشكله دارين هنا ان هي لما بتخسر مجموعه من المباريات المتتاليه في رياضه السلاح بيبدا الحديث السلبي يشتغل في عقلها وبتبدا في فقدان التركيز، وهنا استخدمنا استراتيجية الحديث الذاتي، فاستخدمنا مجموعة من الجمل الإيجابية اللي ممكن تستخدمها اللاعبة أثناء البطولة للتغلب على الحديث السلبي، وكمان استخدمنا كلمات تثير الحماس وتثير الدفاعية، واستخدمنا كلمات مهارية تقدر تأديها أثناء المهاري، كل ده شغلها عن التفكير في الحديث السلبي وركزت بس في الأداء وتغلبت على الحديث السلبي من خلال برنامج الإعداد النفسي. اللاعبة نور ماجد لعبة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة. مشكلة نور ان هي دايما بتفكر ان هي هتخسر في اخر البطولة، حتى لو البطولة ماشية كويس بتيجي للاخر وتعتقد ان هي خلاص هتخسر، ان في اي وقت المنافس اللي قدامها هيحصلها وان البنات هيكسبوها، هو خصوصا في البطولات الدولية او البطولات المؤهلة للبطولات الدولية الكبيرة. اتغلبنا على المشكلة دي من خلال استخدام استراتيجية الاسترخاء عن طريق التنفس، وده تم قبل البطولات وأوقات محددة جوه البطولات بين الأدوار أو بين الماتشات في البولات في الأدوار التمهيدية أو في بعض النقط الكريتيكال عندها أثناء اللعب، وكمان خليناها تفكر في نقط الضعف الموجودة عند المنافس وتبدأ تستغلها، تشغل بالها عن التفكير في الخوف والخسارة، وكمان خليناها تفكر إن هي تستخدم نقط القوة اللي عندها سواء في الهجوم أو في الدفاع وإمتى تستخدمها، وكان كل تركيزها على الثلاث استراتيجيات دول، ودول خلاها تتغلب على التفكير الخوف من الخسارة بدرجة كبيرة جدا. لاعب سيف بن داري لاعب منتخب مصر الخماسي الحديث. مشكلة سيف ان كان عنده مجموعة من الأخطاء في الستايل، تغلبنا على هذه الأخطاء وصلحناها مش من خلال التدريب المهاري فقط، ولكن من خلال التدريب على التصور العقلي، وتم بناء استراتيجية لتصور الخطأ وتصحيح الخطأ، ولكن احنا ما بتصورش الخطأ ولكن بنتصور الصح بتاع الخطأ. تم تحديد الأخطاء وتم التعامل معها من خلال التصور العقلي، وبالفعل طور أداء اللاعب وقدر يصلح أخطائه في الأداء المهاري بنسبة كبيرة جدا من خلال التصور العقلي. وكمان كان عنده مشكلة تانية وهي مشكلة الحديث الذاتي السلبي خصوصا في رياضة الرماية، فعملنا استراتيجية تبديل الكلمات السلبية بكلمات إيجابية، يعني حددنا كل الكلمات وكل الجمل السلبية اللي بيقولها لنفسه وحطينا قدامهم جمل إيجابية هيقولها اللاعب في نفس التوقيتات، لو جات الكلمة دي أقول دي بدلها، لو جات دي أقول دي بدلها، وده محتاج طبعا تدريب وقت كبير جدا، وبالفعل قدر اللاعب إن هو يتغلب على الحديث السلبي في رياضة الرماية. من خلال مجموعة الفيديوهات اللي شفناها لأبطالنا الرياضيين الدوليين والأولمبيين نقدر نعرف ان برنامج الإعداد النفسي ده برنامج طويل المدى بيستمر لسنوات وسنوات وسنوات، بيهتم بتنمية مجموعة كبيرة جدا من المهارات العقلية خلال مشوار الفرد الرياضي، وان الإعداد النفسي مش هو فقط حل المشكلات ولكن ايضا بيشمل تنمية المهارات.
وفي النهاية لو عجبك الفيديو ريس دوس لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الرياضيين، وانتظروني في حلقات قادمة بإذن الله وفيديوهات أخرى في مجال الإعداد النفسي الرياضي. أشوفكم على خير، مع السلامة.